تاريخ مشرف من العمليات الناجحة، أقوى شخصية في دفعته. بيخدم فين الولد ده؟ في الأرياف يا فندم. لما هو كفاءة وجامد كده مش كنا احنا أولى بيه؟ ده من حسن حظنا يا فندم إنه بيخدم في منطقة مقطوعة، عشان لما نزرعه في وسط العيال دي وشه ما يبقاش معروف خالص. أنت شفت الولد ده؟ ها؟ ويا ريتني ما شفته يا فندم. بصراحة أنا أول ما بصيت في وشه خفت، جسمي أشعر لدرجة إن أنا فكرت أغيره ليكون أكبر من المهمة. بالعكس، واد زي ده هو المطلوب بالظبط. أنت شوقتني أشوفه. يومين اتنين يا فندم وإجراءات نقله تتم خالص. أنت لسه بتحبني؟ أفضل أحبك طول العمر، أحبك. أوباش مسك إيديها، نكبس عليهم بقى ونعم يا فندم والنبي. اصبر يا زفت، خليهم يسخنوا على بعض شوية، هنا نتفرج. أنا مش عارف الحياة من غيرك كنت هقضيها إزاي. ما تخلص يا عم الرومانسي، ما تتعبناش، احنا في صحراء مش في جنينة الأسماك. حنين عليا طول عمرك. لا مؤاخذة يا باشا، أوباش كده سخن قوي، نهجم عليهم بقى يا باشا. يا ابني مفيش تلبس كده، كبيرهم محضر راغي في الطريق العام. أنا من يوم ما عرفتك الدنيا حلوة. أنت فين يا أستاذ حازم؟ هل تسمعني؟ حاول حاول الاتصال في وقت آخر، حاول. أنا نجدة يا حيوان. أيوة يا أبيه، ده الجهاز بيترعش من الفرحة. حازم، تعرف الواد دفعتك اللي اسمه بسيوني عبد السلام بسيوني اللي بيخدم في الأرياف ده؟ طبعاً يا باشا. عاوزك تجيبهولي من تحت قطيع الأرض، ما تدخلش مكتبي إلا وهو في إيدك، تجيبهولي حياً أو ميتاً. علم يا سعادة الباشا. يلا يلا. طب والتلبس ده يا باشا؟ يا ابني سيبك منهم، دول عاملين لي فيها تامر وشرين. ترى يلا بابا. ماما تأخرتوا ليه يا ولاد؟ يا انا مالي يا بابا، اذا كانت انهارت ولا دخلت مستشفى ولا انتحرت حتى، ما تنتحر في 60 داهيه. ايه عمليه تجميل؟ بابا هات لي جراح في مصر ممكن يجازف اللي اشتغل فيها. هيشفط ايه ولا ايه؟ احنا لحقنا، ابوها ينتقم وبعدين ينتقم بقى، احنا ما بيهمناش حاجه يا بابا. ثانيه واحده يا بابا، ودني بابا اقفل عشان شكله فعلا هينتقم. بقول لك ايه، حازم بسيوني بسيوني، الله يحرق سنينك. انت فين يا ابني؟ فاكر يلا لما كنت بغششك في الامتحانات؟ كنت بس والله وحشتني بس. والله وانت كمان. طب فاكر يلا لما كنا بنفك لك السرج من تحت الحصان وانت بتنط الحواجز؟ رقبتك كانت هتتكسر، بس مش فاكر يا باشا. برضه مش فاكر، انت صعبت عليا. بنسى الحاجات دي والله، وحشني. وانت كمان يا بسيوني. قول لي حازم بالحق، انت يعني ايه اللي فكرك بيا؟ والله يا باشا انا جاي اقبض على حضرتك يا سيدي، على الهزار واللطافه. جاي اقبض عليك يا بسيوني. جاي تقبض عليا انا؟ بجد يا بسيوني. لا والنبي، اديني بقى ايدك الشمال. ومين اللي جاب لك الكلبشات دي؟ دي جايبينها لي هديه في عيد ميلادي. الف لا باس. يا حازم بلاش هزارك الغبي ده وفكني. افكك ايه يا باشا، ده انت شكلك عامل مصيبه. ولا مصيبه ولا حاجه، كل اللي حصل انا احكي لك ان انا رفضت اتجوز جورنان، عايزين يقولوا لي حلايب وهتمرمط. يا باشا لا فيها جورنان ولا حلايب، ده موضوع اكبر من اللي انت بتقوله. قال لي هتقوله حيا او ميتا. يا عم ولا اكبر ولا حاجه، انت عارف الموضوع ده حله ايه؟ دبله وبوكي ورد. فكني بقى يا حازم. ورد ايه يا ابني؟ انت اطلع قدامي. اتفضل. يا فقر. قدامي تمام يا فندم، قبضنا على ضابط بسيوني. الله يخرب بيتك، انت ايه اللي حببته ده؟ انت في ايه في دماغك؟ ربط الكرفس ليه بس يا ابي؟ سعادتك قلت لي عايزه حيا او ميتا، انا جايبه لك يا فندم اهو بدون اي نقطه دم واحده. سعادتك طابور من قدامي وحسابي معاك بعد. امشي. شفت يا عم هو زعل، يا ريتني ما وقفتك تجيب ورد. اسف يا باشا، افتح الاساور بتاعت الباشا يا فندم. اطلع بره يا حازم. معلش احنا اسفين على الموقف الباير ده. لا يا فندم مفيش حاجه، احنا خلاص هنبقى اهل. جورنان اخبارها ايه يا فندم؟ انت هتبتديه على ماذا؟ ما خلاص قلنا احنا اسفين، عاوزك بقى تصحصح معايا تشد حيلك. انا هشد حيلي واصلح غلطتي تماما يا فندم، يعني بس كان ليا رجاء عند حضرتك، بلاش حلايب، انا اساسا تعبان في الارياف. انت باين عليك متعب ولبط، ايه اللي انت شايله؟ دي حاجه بسيطه يا فندم، ان شاء الله الف سلامه على بنت سياده مساعد الوزير. يا عيانه؟
وحضرتك ما تعرفش؟ عندها ايه؟ سرع يا فندم. ايه؟ سرع يا فندم، سرع. ألف سلامة للهارم الصغير يا فندم، ربنا يشفيها لساعتك. مش ده، مش ده. ورد ايه وهاني مين؟ ايه التهريج ده يا نجدة؟ ده حاجة بسيطة يا فندم، ده أنا الود ودي كنت اشتريت جنينة بحالها لبنت سعادتك. مالها بنتي؟ هي مش عيانة يا فندم؟ مين اللي قال لك كلام الفارغ ده؟ الضابط بسيوني يا فندم. والله ما أعرف يا باشا إنك مخلف أساسا. هو لعب عليك يا نجدة، باين عليه لبط فعلا زي ما بيحكوا عنه. شايف سعادتك؟ شايف نظرة الشر اللي في عينيه؟ صار يا فندم صار. خلاص خلاص، أنا متفائل بيه والوزارة كلها متحمسة له، بيقولوا إن ده هو الشخص المناسب. أنا عايز نتائج مبهرة، التزموا السرية التامة. ها جاهزين؟ تمام يا فندم. على بركة الله. نجدة باشا الحقني يا فندم. خير في ايه؟ ده ملف الضابط باسيوني من كلية الشرطة وتقارير خدمته. كويس، ايه المشكلة؟ كل التقارير يا فندم بتقول ان الاول على دفعته 3 سنين وكان مساعد كلية في السنة الرابعة. إيه؟ ده غير الاخلاق والادب والمثالية اللي هو فيها، ده كده طلع ورور يا فندم. يا نهار اسود، ورور. وريني باسيوني. اهلا وسهلا يا باشا. عدتك ايدي اوعى. اهلا يا باشا. اتفضل عند اهل العروسه. اتفضل عند اهل العريس. اهلا يا باشا. اهل العروسه. عند اهل العريس ولا اهل العريسه ولا اهل العروس؟ انا هقعد في ارض محايد. ومال اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الف مبروك. الله يبارك فيك. ايه يا اخوانا دي البلد مقلوبه بره، مالكم؟ احنا جايين نهدي النفوس، بعدين يعني انتوا برضو اهل وحبايب ومهما كان دليلته العمر. ها رواقوا. لا مؤاخذه سعاده الباشا، الفرح بصراحة ما يليقش بمقام سعادتك ولا بمقام ابني كمان، ده خلى رقبتها زي السمسمة. ايه يا جدع انت الكلام الماسخ اللي بتقوله ده؟ ايوه ده سؤال مهم، تقصد ايه بالكلام الماسخ ده؟ بذمتك يا سعادة الباشا، لو انت بتجوز بنتك تستخسر فيها نانسي عجم؟ لا، اللي يستخسر في بنته حاجة يبقى راجل ناقص واطي ومعفن. ايه؟ احنا جايين نهدي النفوس. ايوه الله اكبر، سعادة الباشا قال الحقيقة، يا راجل يا معفن. كلم الحاج. يا نيتن. كلم الحاج. يا تحفه. ما كلم الحاج، هتقول ده مرمطك. مش هين عليك تبيع ايرات من الايراتين اللي حيلتك.
عشان خاطر تعمل فرح بنتك يا اخي. اتحرق القراط، هو في اغلى من الضلع. ايوه قول له يا باشا، بدل يعني ما كان يطول لسانه ويقل في ادبه بالشكل دي، كان دافع مهر عالي يليق ببنتي. لا كده الكلام اختلف. هو دفع كام؟ ما تقولوش. لا هقول له. اقول دفع 500 جنيه صراحه، يعني ده مبلغ قليل فعلا. معلش يا حاج، ما انت برضه بتشتروا راجل. هي كمان ما تسويش اكتر من كده. لا 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 يا جماعه بقى كده، عارفين المنطقه اللي احنا فيها دي منطقه اعراض. اعراض؟ امال انت فاكر ايه هي حصاله اعراض؟ ايه اللي احنا فيه ده اعراض؟ طب وعالي بقى كده يا باشا. ايوه اعراض. اوعى اوعى من جد دخلنا في اعراض. الله 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 الله، ايه يا اخوانا اللي بيحصل ده؟ مش كده يا جماعة، اهدوا بلاش توتر، ما ينفعش اللي بيحصل ده. ما تحسسونيش ان انا السبب، مش عشان فكنا مع بعض بكلمتين، ده انتوا اهل وحبايب. 35 واحدة يا اخوانا، مش كده ما يصحش حاجات تافهة تأثر فيكم. ايه يعني المهر 500 جنيه؟ حصل ايه؟ فرح زبالة قاعدين فيه؟ عادي. 18 محضر. انت يا بلدين. 19 محضر. ايه بلدينا دي، انت ما تعرفنيش ولا ايه؟ لا والله ما حصليش الشرف. انا المخبر اول سباعي، السباعي المخبر الخصوصي الضابط بسيوني، راح الامن في المنطقه كلها. قلت الضابط بسيوني؟ ايوه الضابط بسيوني. يبقى البشاير بانت من اولها. لكن ما قلتليش انت مين بقى. لا انا فضل خيرك، اللواء نجدت يا حيوان. ايه ناريس انت واخده يا باشا اللواء في حاله. وبعدين ما الراجل صلح غلطته اهو يعني، ويتنقل على عينه اتجوزها. فين سبع البرومبا الضابط بسيوني بتاعك؟ بيولعها جوه يا فندم عشان نسترزق. ولا نسترزق في ايه؟ ايوه نسترزق محاضر وشغل للجسم وبرضه خير للداخليه كلها. والله؟ ايوه. قلت لي انك مخبر؟ ايوه مخبر. انت بقيت عسكري نفر، خش وريني الضابط بسيوني فين. ما دام عسكري نفر خش لوحدك. خش يا حيوان قدامي. مش داخل. امشي. مش انتباه يا عسكري. مش انتباه بس. مش انتباه. ايوه مش انتباه. انت عسكري يا جماعه كده ما ينفعش. هو عشان فضفضت مع بعض، ما انت قلت له يا معفن، قال لك يا نتر يعني الشتيمه ما تنزلش. طيب مش هتعمل ايه يا حظاظ؟ يا ابن الباشا تمام يا فندم. ايه اللي جابك؟ انت واقف هنا بتعمل ايه؟ بمتص التوتر عشان الهدوء يا فندم. خناقه مش قادر والناس بتموت بعض وانت واقف تتفرج على الضابط. انت هل انت اللي بتضرب بكرسي؟ انا عارفك وعبيتك في الحجز يا فندم. لو تسالني في المواقف اللي زي دي اقول لك الحكمه احسن من العنف. دول بيتخانقوا من 6:15، اديهم 5 دقايق هيناموا. انت هتصرف ولا اتصرف انا؟ نجد الباشا اتصرف بسرعه يا الضابط. تمام يا فندم اتصرف بسرعه. قلت لك اديني البدله خليني امشي. اقول لك خليها لك انا همشي كده. تمشي كده يا فندم ازاي؟ هعمل لك ايه؟ كلها نص ساعه والبدله هتنشف. وبعدين يا فندم انا مش عارف انت متعصب كده ليه؟ هات خرطوم ميه اضربه في عينيك وصدرك، شوف نفسك هتعصب ولا مش هتعصب. لا مش كنا بنفض يا فندم. تفض ايه؟ بنفض من العريس وعروس. حاسب بس عشان ما تتبلش. اتفضل. وبعدين يا فندم يعني شوف اجعص المواقف في الحياه بتتحل بالهدوء وبالحكمه. حكيت ايه؟ هو انا وقعت في ايدين دكتور نفساني؟ طب لعلمك بقى يا فندم اكتر حاجه كنت بحبها في الكليه ماده علم النفس. يعني مش عارف كده بتخليك تتحكم في النفس البشرية. أنا كنت فاكرك وحش لما زرعك في وسط شوية عيال بيتاجروا في المخدرات في الجامعة هتشرفني. يا فندم من فضلك ما تستعجلش في الحكم على الناس، وبعدين أنا الأول على دفعتي 4 سنين. يا فرحتي بيك، الأول على دفعتك 4 سنين، ما هي دي المصيبة، دي الكارثة اللي مش هتخليك تصلح للمهمة اللي أنا كنت عايزك فيها. يا فندم اديني فرصة من فضلك، أنا ما خدتش فرصة حقيقية أثبت فيها كفاءتي. أنا مش بعمل تجارب عشان يصيب يا تخيب. يا فندم أنا من بكرة الصبح حاول في إجراءات نقلك. يا فندم من فضلك اديني فرصة أشرح لك. أخلص يا فاشل. فاشل؟ يا فاشل. بلاش يا فندم الكلام ده. بتعصبك يا فاشل؟ أه بتعصبك. يا فاشل يا فاشل يا فاشل يا فاشل. الله في إيه يا فندم؟ يا فاشل. سيحتلي في المكان. أنا ليه حساب مع الكلب اللي دبسني فيه؟ طب أنا عايزك تلبس هدومك يا باشا. دعوة.
ومش مديني أي فرصة قبل فوزية، على طول بيحبطني كده وبيخلي ثقتي بنفسي تقل. يعني النهاردة مثلاً سبت عملية ورحت نفذت له مهمة، بدل ما يشكرني بيهزقني قدام بسيوني بسيوني، رغم إنه عارف إنه صاحبي ودفعتي. معلش يا حازم يا حبيبي، هو نجدت كده طول عمره بيحرجني قدام أهلي. فين أهلك دول يا مدام؟ رد عليا، فين أهلك؟ ده غبي بقى بسيوني لبط وواطي، انت عاوز تلبسني في الحيطه؟ اعمل لك ايه يا ابي؟ ما انت مش عايز تنقل عندك المكافحه، وانت عارف ان انا شاب مكافح وقد كل حاجه، وحطيته مكاني فاضطريت اكذب واخبط في الدفعه كلها. تكذب عليا؟ عاوز ضيع مستقبلي ومستقبل اختك الغلبانه دي؟ انا عارف ان اخرتها هتنقل موسيقى الشرطه، وانا ما في اصحى ان انفخ الكلارينيت. ما تقلقش يا ابي، ابقى انفخ انا مكانك. لسه بتهزر؟ انت بيهزر، اخوكي بيهزر. تعال تعال يا حازم، تعال تعال هفهمك بالعقل كده. يا بيه كده يا بيه، بوظت لي الرجيم يا بيه. يا فندم انت عصبي معايا قوي، يعني اديني فرصه. تتخطاني تروح تقابل السيد المساعد وزير الداخليه؟ بتورطت فيك؟ اسمع بقى المهمه اللي انت متماسك بيها، وريني هتعملها ازاي. اقوم امشي يا فندم؟ يا ريت والله، شكلك كارهني. والله يا ريت تمشي، انت لو فتحت قلبي دلوقتي تلاقي نفسك ماشي. يا ده حلم حياتي، انما عامل ايه؟ متورط فيك. جامعه دي اسمها جامعه الصفا الدوليه، في عيال في الجامعه دي متورطين في شراء مخدرات من بره. الوسيله اللي بيجيبوا بيها المخدرات لسه لغايه دلوقتي احنا ما نعرفهاش. هدف المهمه يا استاذ بسيوني الدخول بسرعه وسط الشله بتاعت العيال دي. طارق الكرمي الشهير بطارق مانشستر ده عامل لي فيها زعيم الشله، وبايظ ابوهم وعايشين في الخليج بس بيصرفوا عليه بزخ. دي بقى يا سيدي مايا عبد الحميد، ابوها راجل اعمال كبير بس بنت غريبه وتصرفاتها اغرب منها. ده بقى حمزه عبد الحق الشهير بحمزه مارتن، مطرب فاشل بس عامل فرقه وبيغني فيها. انجي صلاح السهلي دي أهم واحدة في الشلة، حفلات العيال دايماً في بيتها هي. العيال دي بقى علشان تعرف سرهم وعلشان يحسوا بالأمان من ناحيتك لازم يحسوا إن أنت الزعيم عليهم، والزعامة دي ما تجيش إلا من قلب أسد. قلبك هيبقى أسد؟ شوف يا فندم والله أنت لسه ما شفت قلبتي. هتبقى قلب أسد؟ هفاجئ. يا ريت تفاجئني يا بسيوني، أنت خدت كل المعلومات، وريني بقى هتستعد للمهمة دي ازاي. انت مرفوض من 3 جامعات حكومية بسبب سلوكك السيء. يا راجل انا ما عنديش التسيب اللي موجود في الجامعات الحكومية، انا عندي انضباط، عندي التزام، مستوى تعليمي رفيع. ما عندكش تاسة يا فندم. اخلص
ملعون ابو مجانية التعليم اللي بوظتكم يا فندم. انا كنت عايز اقول لحضرتك مش ما تقولش اي حاجه. الاولاد بتيجي عندي هنا عشان تتربى وتتعلم. انا فاهم يا فندم. ما انتش فاهم حاجه ابدا. اتفضل يلا على المدرجه. فاهم؟ فاهم يا فندم. وان شاء الله ان شاء الله هكون عند زمن حصن حضرتك. ايه بخ طز حضرتك. ايه المدرج منين يا فندم؟ هنا اهو. شكرا. هنتكلم في المحاضرة النهاردة عن خصائص الموارد الاقتصادية. أولاً بعد إذنك يا دكتور. أنا ما حدش يخش لي المحاضرة متأخر بعدية. اتفضل برا. إذنك يا دكتور. اتفضل برا. أولاً الندرة النسبية، وهنتكلم عن الندرة النسبية. زي ما حضراتكم شايفين الندرة النسبية. إيه ده؟ انت داخل زريبة لا خيالك. قم فز وانت بتكلمني.